الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب بجراح خطيرة ويوجه باستقباله ورعايته الطبية. مجلس الأمن يعتمد للمرة الأولى مشروع قرار يدعو لهدنة إنسانية في غزة وسط تحذيرات إنسانية من تفشي الأمراض والجوع في القطاع. وفي أخبار الاقتصاد، رئيس هيئة الاستثمار يؤكد العمل على وضع القاهرة على رأس المراكز المالية والمنصات لصناديق رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط. إلى تفاصيل النشرة، لكم التحية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجه سيادته باستقبال الطفل الفلسطيني الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية. وكان الطفل الفلسطيني قد ناشد الأطباء في مصر بعلاج قدمه المصابة والمعرضة للبتر. كويس ايش في عمي؟ انا رجلي صار على رجلي كل شيء 100%، ليش صار على رجلي؟ من العظم تقول ايش؟ خلينا امشي لكن اتقبل. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 41، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب العشرات في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وقد أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية منشورات خلال الليل على مناطق شرق خان يونس في جنوب القطاع تطالب السكان بالإخلاء، مما يشير إلى عمليات عسكرية وشيكة في الجنوب. وقصفت قوات الاحتلال محطة للبترول وسط غزة ومسجد في خان يونس جنوب القطاع، كما أطلق جيش الاحتلال قنابل فسفورية على تجمع للسكان في بيت لهية. واستهدف القصف منازل مأهولة في حي الشجاعية شمال القطاع ومدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبهذه التطورات ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أحكم سيطرته العملياتية على ميناء غزة، مؤكدا أنه يقوم حاليا بما سماه بعملية تطهير لجميع المباني في منطقة الميناء. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة جوية على منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منزل هنية في غزة بزعم استخدامه كبنية تحتية للعمليات العسكرية. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنشر جرافات في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مؤكدة أنها تنفذ حاليا عملية داخل المجمع الطبي. وأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة أن الجرافات الإسرائيلية دمرت أجزاء من مدخل المستشفى، موضحة أن إسرائيل لم تعثر على أي أسلحة بداخله، بينما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال عثرت على أسلحة وعتاد قتالي ومعدات تكنولوجية في مستشفى الشفاء، وذلك على حد زعمه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده في شمال قطاع غزة، ليصل بذلك عدد الجنود الذين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم في الحرب على قطاع غزة إلى 50 جنديا منذ بداية العملية البرية على القطاع. في غضون ذلك أعلنت حماس تدمير 11 آلية لقوات الاحتلال بشكل كلي وجزئي في جميع محاور التوغل واستهداف قوات جيش الاحتلال في القطاع، ما أسفر عن مقتل 9 من الجنود الإسرائيليين. رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الدولي والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، كذلك احترام قواعد القانون الدولي والإنساني
فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين لا سيما النساء والأطفال وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني. وشددت مصر على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار وحفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة مشروع قرار قدمته مالطا بالدعوة لهدنة إنسانية وممرات إنسانية في قطاع غزة. ودعا القرار إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع. جاء القرار بتأييد 12 عضوا مقابل امتناع 3 أعضاء عن التصويت هم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم إن تفشي الأمراض والجوع يبدو حتميا في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر. وأضاف تورك بعد زيارة للشرق الأوسط أن نفاد الوقود سيكون له عواقب كارثية في جميع أنحاء غزة إذ سيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتم تقديمها. كما عبر تورك الذي وصف القصف الإسرائيلي بأنه كثيف بدرجة نادرة هذا القرن عن قلقه من العنف المتزايد والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. كذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض في غزة حيث تسبب القصف الجوي والعمليات البرية في تعطيل النظام الصحي وفي الحيلولة دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت النار على الفلسطينيين 3 بعد أن هاجموا نقطة تفتيش على طريق الرئيس بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين. هذا وقد أفادت شرطة الاحتلال بأنها تقوم بعمليات التفتيش مع قوات الجيش وحرس الحدود في المنطقة لاستبعاد أي هجوم إضافي في المنطقة. هذا وقد تم إغلاق الحواجز. قام دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونظيره التركي فخر الدين قوجة بزيارة المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى العريش العام بشمال سيناء. اطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أجريت للمصابين وما يحتاجونه من الرعاية حتى تماثلهم للشفاء. تسخير لكل الإمكانات الطبية لصالح علاج مصابي غزة منذ الوصول إلى الأراضي المصرية والنقل لمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد وتعمل المنظومة الصحية على أعلى مستوى لتقديم كل الدعم اللازم من فحوصات وتحاليل وعمليات لكل المصابين. احنا من أول دقيقة ما وصلنا يعني أخذوا وديع في الاستقبال فكانوا يمكن 20 من الأطباء حوالين وديع واحد على يده واحد على رجله واحد اثنين واحد يناول واحد يعني كانوا مهتمين فيه 5 دقائق كان وديع كله مغيرين له ومجهزينه واهتمام يعني فوق الخيال يعني. المصريين هالمستشفى ما قصروش بالمره من اول ما وصلت مصر وانا مطمئن لما كنت في الشفا لما كنت في غزه كنت قاعد يعني قاعد من غير امل على الفاضي. عملوا لي غد عملية نجحت هي بس برضو كنت قاعد على الفاضي يعني ما كانش في أمل يعني قاعد غاد يعني بين حياة وموت يعني على الفاضي في الشفا كنت قاعد. زيارة وزير الصحة ونظيره التركي عززت من الدعم المتواصل لأبناء قطاع غزة والتأكيد على وقوف مصر بجانب القضية الفلسطينية والتخفيف من آلام المصابين وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم. مخصصين في المرحلة الأولى 37 مستشفى 11000 سرير 1700 يعني سرير رعاية مركزة بالإضافة طبعا إلى 38000 طبيب 25000 هيئة تمريض. منظومة ضخمة جدا واستراتيجية من أول يوم يعني
يعني من تكلفنا من سيادة الرئيس بالاستعداد لهذا الوضع. الحمد لله مصر قادرة، نستطيع أن احنا يعني نستقبل آلاف من الحالات، أضعاف من الحالات. مصر منظومة الصحية فيها ضخمة جدا، والحمد لله عندنا دعم من القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس، ودعم لا محدود من الحكومة، وإحنا معاهم لحد إن شاء الله ما الأزمة دي تعدي على خير بإذن الله. إصابات يعني كارثية، ما فيش مريض بيوصل له فيه إصابة واحدة بس، المريض بيوصل فيه أكتر من إصابة، مخ وأعصاب، عظام، شظايف، أنحاف الجسم، كسور، تهتك في الأنسجة، قلبه، يعني حاجات في إصابة في الصدر. فللأسف الإصابات وحشية جدا. المجهود اللي بيتعمل من الطاقم الطبي هنا والوزارة موفرة حقيقي شيء جميل جدا ورائع جدا. والحالات الحمد لله رب العالمين، بالرغم من شدة الإصابات اللي فيها، إلا إن ما بيقولوش الحمد لله، عندهم إيمان وثقة في الله سبحانه وتعالى ورضا بقضاء ربنا، يعني نحسدهم عليه. جهد مصري يتواصل حتى يتم شفاء المصابين، ويأتي اليوم لعودتهم سالمين لأرضهم، فوطنهم لم ولن ينسى. زيارات مستمرة لمسؤولين مصريين ودوليين لتفقد أوضاع المصابين الصحية والطبية، زيارات تؤكد الدعم الكامل لأبناء قطاع غزة حتى يتماثلون للشفاء ويعودوا إلى وطنهم سالمين، وتؤكد أيضا الجهد المصري المبذول حتى يتم الشفاء الكامل لكل المصابين، والحرص الدائم على الوقوف جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية. من أمام مستشفى العريش العام، حماد العرب، التلفزيون المصري. هذا ويتواصل تدفق المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة في محاولة لتخفيف آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث دخل ما يقرب من 150 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات المعيشية، إلى جانب خروج عدد من الحالات المصابة والعشرات من مزدوجي الجنسية. ينضم إلينا من العريش مراسل أخبار مصر حماد العربي. حماد، تحياتي لك، وضعنا في الجديد بشأن تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. تحياتي لك دينا ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل ما زال هناك تدفق كبير للمساعدات هنا في مدينة العريش. رصدنا منذ قليل وصول 5 طائرات إلى مطار العريش، طائرة من الأردن، طائرة من عمان، طائرة من السعودية، وطائرة من قطر، وأخرى من الإمارات. تلك الطائرات حتى هذه اللحظات تفرغ الحمولة الخاصة بها في مطار العريش، ويتم بعد ذلك نقل تلك الحمولة على حسب نوعية المواد الموجودة بها إلى المخازن التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. المواد الغذائية لها ركن خاص بها، المواد الإعاشية، خيام، بطاطين، ما شابه ذلك، لها مكان مخصص لها، وأيضا الأدوية التي تحفظ في أماكن خاصة تابعة لوزارة الصحة المصرية لها أماكن محددة، ويتم إدراك كل محتويات الطائرات التي تأتي في سجلات تابعة للهلال الأحمر المصري، حتى يتم أو حتى يكون هناك سهولة في تجهيز الشاحنات التي يتم التنسيق فيها مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وتأتي وتعبر معبر رفح. اليوم شهدنا تجهيز العشرات من الشاحنات أمام المعبر، نتوقع أن يتم دخول تلك الشاحنات بعد قليل وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني. هناك ما يقرب من 9 حالات إصابة خرجت اليوم من معبر رفح المصري، وتم توجيههم إلى المستشفيات. الجهد المصري أيضا في التواصل مع السفارات الأجنبية مستمر، نتوقع خروج عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة أو حاملي الجنسية المزدوجة من معبر رفح اليوم، إضافة أيضا إلى التنسيق الكامل ما بين الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة، حيث يتم الدفع على مدار الساعة بسيارات الإسعاف لتكون ملازمة أمام المعبر، ثم بعد ذلك أثناء نقل الحالات يتم التوجيه بها حسب المستشفيات. لدينا مستشفى العريش العام، لدينا مستشفى بئر العبد والشيخ زويد، وأيضا مستشفيات في القاهرة. يمكن كما رصدنا في التقرير أن وزير الصحة أكد وجود ما يقرب من 37 مستشفى جاهزة لاستقبال الحالات بكل شكل وحسب الحالات والكشوفات التي تتم عليها. نعم، محمد العربي مراسل أخبار مصر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من العريش بشمال سيناء. دشنت وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة العرب والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري. وأكدت القباج على أن قافلة المساعدات تأتي في إطار التخفيف عن الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيدا بجهود توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار حتى تعبر في اتجاه الأشقاء في قطاع غزة. وخلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على أن مصر لديها الاستعداد التام للتعامل مع أي حالات مرضية من الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، مشيرا إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي على الفور بشأن استقبال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل المصاب في ساقه وعلاجه بمصر، حيث وصل بالفعل وجار إجراء التدخلات الطبية العاجلة تمهيدا لإجراء عملية جراحية. كما أشار وزير الصحة إلى تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات على معبر رفح من أجل استقبال الأطفال الفلسطينيين. وعلى الصعيد الداخلي، كلف مدبولي وزراء التموين والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، مؤكدا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات. على جانب آخر، استعرض وزير الطيران المدني الجهود الخاصة بتدعيم أسطول النقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة، دعما للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جان دينال البلجيكية الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحري بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا. هذا وقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات. كما شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق إطاري ملزم لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وشركة جلوبال أوتو المستثمرة في مجال تصنيع وتجميع السيارات في مصر. أكد مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة. أشار كذلك إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية. يعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة. نجدد التحية وإلى ملف الانتخابات الرئاسية، حيث نظم حزب حماة الوطن بالإسكندرية مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة. وشهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا ومشاركة لممثلي الحملة الانتخابية للمرشح وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والرياضية بالإسكندرية. نتابع. بين هذا الجمع الحاشد على كورنيش الإسكندرية نلحظ حرص حزب حماة الوطن على أن يعكس صورة الحضور اللافت في هذا المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس الحالي الذي يخوض السباق الرئاسي القادم للفوز بفترة رئاسية جديدة. يرى كل الموجودين هنا في الرئيس الحالي الجدارة والاستحقاق لقيادة البلاد لست سنوات أخرى، كما يشددون على أن إبراز الدعم ضرورة لإكمال التنمية والإنجازات، إضافة إلى كونه رسالة يجب أن يفهمها الجميع. الشعب السكندري بيبعت رسالة للجمهورية والعالم كله إن إحنا هنقبل على الانتخابات
وان كل الشعب السكندري في ظهر السيد الرئيس، وبنقول له كمل مشوارك، كمل الانجازات. بنقول له كمصريين الحشود دي كلها اللي شايفها ورايا قول له فات جايه بتقول له احنا بنأيدك واحنا معاك في كل قراراتك واحنا خلفك عشان توصلنا باذن الله للجمهوريه الجديده وتخلي دايما مصر كده بدل الامن والامان. هذا الحضور الجماهيري الكبير استقبل ممثلين عن حملة المرشح الرئاسي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى قيادات حزبية ورياضية كرئيس نادي الاتحاد السكندري، كما حضرت قيادات تنفيذية ودينية تؤكد جميعها على أهمية إظهار الدعم المستحق خاصة في الآونة الحالية. هو يرمز إلى قوة الدولة المصرية، قوة الشعب المصري، قوة التآلف والتناغم اللي موجود في الشارع الآن على الاستقرار، وإن احنا لابد نكون خلف الدولة ولحماية أنفسنا، وده ينم على إن في وعي وفي إدراك، لأن احنا شعب حضارة كبيرة جدا، وإن احنا القيادة بتاعتنا لا تتصادم بل تتواءم مع الفكر الديني والاجتماعي، واحنا كلنا خلف القيادة لأكثر نمو اقتصاديا، أكثر رقاء وأكثر سلامة وأكثر ثباتا، خاصة في المرحلة الحالية اللي احنا عارفين المنطقة بتمر بظروف شكلائي. حرصت قيادات حزب حماة الوطن وضيوفهم على دعوة هذه الجماهير للمشاركة في الانتخابات بنفس الروح، ومنذ الساعات الأولى من فتح أبواب الاقتراع في الشهر القادم. على الرغم من أن الرئيس الحالي هو المرشح الأوفر حظا لحسم السباق الرئاسي المقبل، إلا أن حزب حماة الوطن وداعميه هنا في الإسكندرية يرون في إبراز الدعم بهذه الصورة رسالتين: الأولى داخلية لإكمال التنمية والإنجازات، والأخرى خارجية وهي للعالم، خاصة في ظل التوتر والتحديات التي تشهدها المنطقة. من الإسكندرية، محمد جمال، التلفزيون المصري. على صعيد آخر، افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مقرها الفرعي بمحافظة الإسكندرية، وتفقد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية التجهيزات اللوجستية للمقر الذي يعد منصة وقبلة لكل المصريين. أكد فوزي أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، ومضيفا أن المقر سيكون مركزا حيويا يضم جميع فئات المجتمع للخروج بمشهد انتخابي يليق بالاستحقاق الدستوري. التقى المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، وذلك بالمقر المركزي للحملة الانتخابية بالقاهرة الجديدة. تناول اللقاء الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة ومناقشة البرنامج الانتخابي لمرشح حزب الشعب الجمهوري وأهم النقاط التي يتضمنها. يعد هذا اللقاء بداية لسلسلة لقاءات يومية تقوم بها الحملة مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة العامة والمحافظات لحين فترة الصمت الانتخابي. أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين التعاون المستمر والبناء بين الهيئة ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بهدف صقل وتنمية مهارات الواعظين الإعلامية. جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من الأئمة والواعظين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية المتخصصة في فنون الإعلام. إيمانا بدورهم في بناء الوعي المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد الأفكار الظلامية الهدامة، جاء الحفل الختامي للدورة الرابعة والأولى المشتركة بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لتدريب الأئمة والوعاظ إعلاميا بمعهد الإذاعة والتلفزيون وتسليم شهادات التخرج للمتدربين. في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتجديد الخطاب الديني وإيصال رسالة هادفة عن صحيح تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الحنيف، فإن الهيئة الوطنية للإعلام تبذل جهودها المستمرة في هذا الصدد من خلال برامجها المتنوعة عبر إذاعتها وشاشتها. كما نظمت الهيئة الوطنية للإعلام من قبل دورات تدريبية للأئمة في هذا المجال، والتي حققت نجاح ساهم في دعم استمرارية عقد الدورات التدريبية. هذه الدورة الرابعة التي يحضرها الأئمة
والأولى المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء الحفاظ على الشكل والمضمون، السمت ومزيد من الاطلاع. هذه البداية وليست النهاية. 28 متدربا تم تدريبهم وصقل وتنمية مهاراتهم الإعلامية بما يخدم تجديد الخطاب الدينية، وكانت ضمن أهداف الدورات التدريبية التي تتواصل كل شهرين داخل معاهد الهيئة الوطنية للإعلام. تعلمنا في هذه الدورة داخل الاستوديوهات التهيئة قبل الظهور الإعلامي والتدريب على المواقف الصعبة التي يتعرض لها الداعية أثناء الظهور الإعلامي. تلقينا برنامج تدريبي مكثف لصقل وتنمية المهارات الإعلامية، اتعلمنا مهارات جديدة من خلاله، التعامل مع المواقف والمداخلات والمناظرات الصعبة على الشاشة، الإدارة الاحترافية للوقت. استفدنا في الدورة دي استفادة عالية جدا واستفادة بالغة جدا، من خلالها نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نواجه الكاميرا ونواجه السوشيال ميديا. قد ايه كانت دورة فيها معلومات جميلة جدا وإفادة عالية جدا. تعاون مشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية خاصة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتشكيل وعي الأمة والشباب بما يخدم أهداف التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. تخريج دفعة جديدة من الأئمة والواعظين بعد اجتيازهم ونجاحهم في الدورة التأهيلية المتخصصة الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام يأتي في إطار حرص الدولة ووزارة الأوقاف على تحديث المنظومة الدعوية وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظين وفق أحدث التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع العام على المواطنين. من داخل مقر الاحتفال، عبد الحميد صقر، النيل. أخبار مال والأعمال للثانية، أهلا بحضراتكم. قال حسام هبة رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالية الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تصريحات هبة جاءت خلال مشاركته في قمة رأس المال المخاطر التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والوكالة الإنمائية أو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول. وأضاف هبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول وعلى رأسها مصر. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع بدعم مشتريات العرب والأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي لـ AGX 30 بنحو 7% متخطيا مستوى 24324 نقطة. كذلك ارتفع المؤشران الثانويان AGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و AGX 100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت حول 1%. أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن العراق أصبح العضو رقم 74 في البنك المقرض متعدد الأطراف، في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين للانضمام، ويمكن بذلك للعراق بوصفه أحد المساهمين أن يتقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، وهو ما سيتيح له تمويلا ودعما سياسيا من البنك على أن تتم مراجعة هذا الطلب في عملية منفصلة. كان العراق قد قدم طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018. أعلن الاتحاد الأوروبي تجاوز قيمة صفقاته التجارية مع شركائه العالميين خلال العام الماضي بمبلغ قدره 2 تريليون يورو، وتعد هذه هي المرة الأولى وفقا للتقرير السنوي حول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى نمو التجارة مع أكبر 20 شريكا في اتفاقيات التجارة الحرة بنحو 30% في المتوسط. هذا وقد أضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أكبر شبكة من الاتفاقيات التجارية في العالم، حيث وصلت الاتفاقيات التجارية تحقيق النمو الاقتصادي وسلاسل التوريد الأكثر مرونة من خلال عدة قنوات، من بينها فتح فرص تصدير جديدة للمنتجين والمزارعين داخل الاتحاد الأوروبي.
ونتحول سريعا إلى أسواق النفط العالمية، حيث واصلت أسعار الخام تراجعتها وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا. هبطت العقود الآجلة للخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 76.35 دولارا للبرميل. وصلنا وحضراتكم إلى ختام الثانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب بجروح خطيرة ويوجه باستقباله ورعايته الطبية. مجلس الأمن يعتمد للمرة الأولى مشروع قرار يدعو لهدنة إنسانية في غزة وسط تحذيرات إنسانية من تفشي الأمراض والجوع في القطاع. والمزيد عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء في أمان الله.